طب هنستأذنك ناخد الأستاذ محمد وهبال وكيل لجنة القوى العامة لمجلس النواب. أستاذ اتفضل. محمد ازي حضرتك؟ أهلا بيك فندم، أهلا بيك. معايا الأستاذ هاني صالح مدير تحرير الجمهورية في الاستوديو، بسلم على حضرتك. ده راجل محترم. هاني بيه، ازي حضرتك؟ ازيك يا محمد باشا؟ راجل وطني واقتصادي وعظيم. ربنا يكرمك. قول لنا يا أستاذ محمد بقى، إيه الأزمة بتاعت الأدوية في شركات الأدوية، وليه ينقص عندنا 146 نوع من الدواء في السوق، وليه احنا نسيب الامر لما يوصل لكده وبعدين نبدا نحل الازمه؟ احنا عارفين ان في ازمه بدات بوادرها تحصل في السوق، ليه نسيبها لما توصل للحجم ده وبعدين نبدا نتصرف في الازمه كعادتنا في كل الازمات؟ يعني قلنا 100 مره يا جماعه، لدينا شركات قطاع الاعمال العام في جميع مناحي الحياه، لو احنا عدنا هيكله هذه الشركات وضخنا استثمارات جديده هتعمل معانا توازن جيد جدا في المجتمع المصري. انا بتكلم على جميع شركات قطاع الاعمال العام. اما لو دخلنا في شركات قطاع الاعمال الدوائي اللي هم 11 شركه، لو احنا عددنا هيكلتهم صح وحطينا لهم قيادات صح وضخينا استثمارات صح، لان احنا عندنا 8 شركات انت بتنتج الدواء، وعندنا شركه بتستورد اللي هي المصريه للادويه، عندنا الجمهوريه بتجيب المستلزمات، عندنا شركه العبوات بتبقى مسؤوله عن العبوات. لو الشركات دي عملت تكامل في انتاج الادويه والاستيراد وما الى ذلك، وعملنا لهم نوع من الاستثمارات وضخينا فيها استثمارات وعدنا هياكل الشركات، اتوقع ان احنا هنعمل شغل كويس جدا وهيبقى فيه توازن كبير في المجتمع، والشركات دي هتنتج الادويه المحليه ومثيلات الادويه المستورده، يبقى ما نقدرش نجيب غير الحاجات المهمه جدا من الخارج. انا شايف ان لابد أن يكون هناك إعادة نظر في قطاع الأعمال الدوائي من جديد، من أول قياداته مرورا بالتصنيع في الشركات مرورا بالاستيراد، ونشوف الدنيا إيه. أعتقد إن هتفرق، ومش هنلاقي أدوية ناقصة عشان نهتم بالموضوع ككل، ونستطيع أن ننافس الشركات الاستثمارية والشركات المحلية اللي هي موجودة النهارده في السوق قطاع أعمال عام. طيب الأستاذ هاني عايز يسأل حضرتك سؤال. اسألني أؤمر. محمد باشا حبيبي، هاني بيه، هاني. الله يخليك. بقول لحضرتك الحل اللي حضرتك طرحته او اللي قدمته ده حل عايز وقت طويل، يعني انا عشان اضخ استثمار عايز على الاقل سنتين ثلاثه عشان ابدا اخد الانتاج بتاعه. طيب انا على المدى القريب العاجل، يعني شهر شهرين ثلاثه، انا اعمل ايه عشان احل الازمه اللي احنا فيها ديت؟ سعادتك، انا النهارده والسيد الرئيس والاجتماع اللي انعقد بشان توفير حوالي 186 مليون دولار لاستيراد الدواء ومشتقات مشتقات الدم والاورام وما الى ذلك، ده هيحل مشكله الاستيراد. لكن لكن ده هيحل مشكله الاستيراد اللي هي المشكله الرئيسيه اللي موجوده النهارده. النهارده فيها يعني بعض شركات قطاع الاعمال العام عزفت على انتاج كثير من الادويه لانها بتخسرها. تمام، هو ده ينفع يا استاذ محمد في حاجه زي صناعه الادويه؟ ينفع ان احنا نقول الشركات عزفت عن تصنيع بعض انواع الادويه؟ ايوه عزفوا، لان اللي عنده مازال الدواء ب 3 جنيه و4 جنيه بيخسر فيه. فاحنا لو احنا كدوله دعمنا هذه الشركات صدقوني هيتوفر الدواء بشكل كويس، وخاصه الادواء المحلي. يا هاني بيه، انت عارف طبعا وانت متابع شركات قطاع الاعمال بشكل كويس ومتابع القطاع الدوائي بشكل كويس، لو انت النهارده في دواء اكس ب 2 جنيه، لو تروح تجيبه من الاستثماري او الشركات الاخرى هتلاقيه ب 10 جنيه، وهو نفس الكلام. لماذا ده غالي وده رخيص وانا جاي على قطاع الاعمال العام؟ فبنقول بدل ما نحمل المريض ونحول المواطنين الغلابه، لان هذه الادويه مهمه، ان تقوم الدوله باعاده النظر في ضخ استثمارات جديده للادويه دي، اللي هم مثلا حوالي مش هيتعدوا عن 400 500 صنف في شركات قطاع الاعمال العام. وممكن نديهم زي ما احنا بندعم المستورد مؤقتا خلال الفتره الجايه دي، ندعم المحلي، وهتلاقي الدنيا احسن كتير من الموضوع اللي موجود دلوقتي. ليه؟ لان الاليات موجوده وادوات التصنيع موجوده والماكينات موجوده والعاملين موجوده والخبرات موجوده، ما بينقصهاش غير الاستثمار انك انت تدخل لها فلوس. وهتلاقي شهرين بالكتير قوي هتلاقي ان كل الشركات الخاصه بقطاع الاعمال الدوائي المحليه هتشتغل بشكل كويس جدا جدا. استاذ محمد، انت مش شايف ان في مافيا في السوق بتتحكم في سوق الدواء؟ لا، انا شايف دي منظومه يجب ان احنا نعمل حاجه، يعني هيئه كبيره للدواء في مصر بشكل كويس.
تضم كل عناصر الناس. تلاقي ايه؟ هنا صناعه غرفه صناعه الدواء ليها شكل، ونقابه الصيادله طبعا كناس هي معنيه بالامر ليها ليها راي، وزاره الصحه ليها راي، الشركه القابضه للادويه ليها راي، قطاع الاعمال ليه راي. احنا في خمس ست حاجات مش عارفين الدنيا رايحه فين وجايه منين. نريد تشكيل لجنه عليا كبيره تساهم في ازاي نحافظ على قطاع الدواء ده بشكل كويس في كل مراحله وفي كل مناحيه، سواء القطاع الخاص او الاستثماري او العام، لان نستطيع ان لا ناكل ونستطيع ان لا نشرب، لكن لا نستطيع ان ما نحصلش على الدواء. طب دور مجلس النواب هيكون في الفترة القادمة ايه في حل الأزمة ديت، وان يضع الملف ده موضع الجد قدام كل المسؤولين، وان الأزمة دي ما تتكررش تاني؟ احنا بنتكلم في دواء، مش بنتكلم بقى في أكل الناس هتصبر، ولا غذاء ولا نقص زيت ولا نقص سكر، فالناس هتقدر تستحمله. المريض بقى لو ما خدش العلاج بتاعه هتعرض حياته للوفاة يعني. هذا الملف بالفعل موجود في لجنة الصحة وبيدرس الآن بعناية جيدة، ولكن نريد أن يتولى هذه الملف قيادات قادرة على الابتكار، وليس قيادات تقليدية في قطاع الدواء وغير قطاع الدواء وقطاع الأعمال العام ككل. واحنا عندنا كل شويه استاذ محمد بيطلع لنا ازمه بعينها كده، زي المحاليل، زي نقص انواع معينه، زي حاجات، انا حاسس ان في يعني مافيا بتلعب في كل مكان، زي برضو الاغذيه والسكر والبتاع، يعني في كل مكان. احنا يعني احنا مش قادرين عندنا اجهزه رقابيه ماليه البلد، مش قادرين نظبط الاداء ده. طيب انا حضرتك هقول لك، انت بتتكلم عن المحاليل. لدينا شركه كبيره جدا في قطاع الاعمال العام اسمها شركه النصر للكيماويات الدوائيه، هي المسؤوله عن تصنيع المحاليل. طب ما ندعمها ونشوف، ده فيها فلاتر وفيها حاجات واقفه بقى لها 3 4 اشهر. طب ما نشوفوها، ما تروح نراجعها، طب ما الحكومه تراجعها وتشوف ناقصها ايه، ومعموله في احدث حته ومعموله في احدث مكان موجود وفيها كل الاحتياجات، ما الناس تروح تشوف. احنا مشكله عندنا، ما زلنا ليس لدينا قيادات على المستوى المطلوب، ليس لدينا قيادات تبتكر، ليس لدينا قيادات تستطيع ان تفكر بشكل كبير لبكره. احنا بنشتغل باليوم بيوم، ما ينفعش. احنا بعد 30 يونيو لابد ان الدنيا تتغير، لابد المناخ يتغير، لابد مناخ اعمال العام ده يتغير بشكل كبير يا جماعه، هيخدم البلد بشكل كويس. احنا عندنا في قطاع الاعمال العام، وهاني بيه عند حضرتك اهو، عندنا السلع الغذائيه، عندنا السلع الاستهلاكيه، عندنا الحديد والصلب، عندنا الالومنيوم، عندنا الغاز والنسيج، عندنا كل مناخ الحياه موجوده في ال 146 شركه بتاع شركات قطاع الاعمال موجوده. ما نقعد نعيد النظر فيها وازاي نكبرها وازاي نجيب لها ناس تفكر بشكل كويس. انا ما بحسدش خانات، اللي انا شايفه دلوقتي محمد بابا في الشركه دي خلاص سد خانه ومش فارق. ولو رجعت، وانا بقول اهو كلام، عارف انا بقول ايه؟ لو رجعت 90% من شركات قطاع الاعمال العام هتلاقي كل الارباح بتاعتها اذا كانت بتربع واحد ليها ديون مش عارف فين، وليها ديون فين، وليها ديون في الاخر دوروا على الديون دي. لكن النشاط لا، اتوقع ان كثير من الشركات ما عندهاش في النشاط بتاعها، ما تلاقيش بتربح ولا مليم. الغريبه يعني يطلع 7 مليار و8 مليار. الغريبه بيجي، والغريبه بيجي في اخر السنه بتلاقيه بيقسم ارباح وبيتقاسم في الارباح، وتلاقي عندنا مواقع من افضل المواقع اللي موجوده، وعندنا مصانع وعندنا عماله مدربه، ولكن كل ده مهمل بشكل غير عادي. الاستاذ محمد وهب الله وكيل لجنه القوى العامه لمجلس النواب، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله.